السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راكم كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم عندنا فيديو جديد ومراجعة جديدة لجهاز تي في بوكس جديد في السوق الجزائرية، ولكنه في السوق العالمية معروف. اليوم عندنا الكيك بي كابي 1 من شركة الكيك بي، هذا فيه أندرويد رسمي معتمد، كل الشواهد فيه رسمية، نتفليكس يوتيوب وشاهد وغيرها وبرايم. جهاز رائع، راح نفتحوا العلبة مع بعضنا ونشوفوا محتويات العلبة، وأيضا راح نشوفوا من بعد نركبوا في الجهاز ونشوفوا مزايا والجهاز كيفاش عامل من داخل. يلا بسم الله على بركة الله. أول حاجة نحو العلبة، راح تولي عندنا علبة ثانية. عندنا أول شيء بعد ما نفتح العلبة كتيب التعليمات من الشركة كيك بي أندرويد تي في هاي جوجل، الموديل الخاص بالجهاز كابي 1. عندنا الجهاز راح نخلوه هو الأخير. عندنا شاحن الجهاز باللون الأبيض كما راكم شفتوا، بسعة 12 فولت و 2 أمبير. اما العلبة الثانوية داخل الجهاز راح يكون فيها كابل HDMI. نشوفوا اذا فيه علامة كيك بي ولا لا. لا، فيه فقط HDMI. هذا راح يجي باثنين نقطة واحد، 2.1، يعني يدعم خاصية الكاتكا. عندنا جهاز التليكوموند، جهاز الريموت الخاص بالجهاز، فيه كامل الحاجات اللي نحتاجوهم. عندنا نتفليكس، يوتيوب، برايم، جوجل بلاي، كاتب الصوت، اسيستون فوكال وللمساعد الصوتي، اطفاء والاشتعال، سورس اذا حبيت تربطه مع الجهاز التلفاز يعني تولي تخدم بهذا العلامة فقط، ريغلاج وغيرها، الفوليوم شان وغيرها، يعني تليكوموند كامل متكامل ناقص فيها فقط الارقام. راح نرجعوا لأهم شيء وهو الجهاز. كما راكم تشوفوا الجهاز مقارنة بالأجهزة اللي درنا لها مراجعة، الأجهزة الرسمية، جهاز الكيك بي أخف وزنا، وهذا الدليل أنه ما فيهش معدن كثير. لو كان نقارنوه مع الكام دو بلوس من شركة ميكون الثقل واضح. عندنا مستشعر ضوئي هنا LED، يعني لما تحطم التليكوموند راح يخرج لك هنا LED. هذا الجهة الأخرى عندنا دو بورت يو اس بي 2.0، في اثنين دو بورت يو اس بي 2.0، ومدخل كارت ميموار، مدخل الريزيت يعني تقدر دير له ريزيت مباشرة من هنا. الجهة الخلفية عندنا الافي، كابل الافي يعني إذا حبيت تربطه بجهاز قديم، مدخل اللان انترنت والذي يدعم 100 ميجا في السرعة، مدخل اتش دي ام اي 2.1 كما قلنا 2.1 يعني يدعم 4K، ومدخل الاوبتيكال اللي عندهم باردو سون ولا حاجة يحتاجوا هذا المدخل الاوبتيكال، مدخل الشاحن اللي قلنا 12 فولت 2 امبير، ومدخل اليو اس بي، مدخل تايب سي، كابل تايب سي يعني اللي عنده هاتف ولا يحب يشحنه من هنا يشحنه مباشرة من هنا. علامة الكيك بي واضحة في الجهاز. نجو في الخلف راح نلقاو السيريال نمبر هو الماك ادرس. هذا هي الجهاز كما راكم شفتوا، خفيف كل هذا الشيء، عنده حواف هنا للناس اللي تحب تعلقوا هكذا حائط، ولكن ماهيش بارزه بزاف تحب تعلقوا، يعني تجيب هذيك اللصقه اللي فيها دوبل كوش على الجهه من ولا من وتلصقوا هنا مع الحائط باش يجيك كما راكم شفتوا هكذا، باش يجيك مليح ما يجينيكش في التركاب ولا في الجهاز كما راكم شفتوا. هذه هي الجهاز. الان الجهاز راح نحكيو نركبوه ونشوفوا في الجهاز كيفاش يجي الواجهه تاعو، وشنو هي الخطوات والمواصفات الخاصه بالجهاز، واش من اندرويد فيه، وشحال فيه الرام، شحال فيه ستوكاج. انتوا تكلوا على الله، تبعونا ما تروحوش بعيد.
السلام عليكم، عودنا رجعنا لكم، وهذه هي الواجهة الأساسية لجهاز الكيك بي بي كا بي 1 من شركة كيك بي، كما حكينا في الفيديو الأول وكما حكينا في الجزء الثاني. الآن راح نتعرفوا على الواجهة. كما كتبوا الواجهة سيرتيفي، عندكم الفوق أبليكاسيون، عندكم لاكي، عندكم أيضا كامل التطبيقات راح تظهر لكم هنايا، تقدروا ديروا لها بيرسوناليزاسيون، يعني وش الحاجة اللي تبان والحاجة اللي ما تبانش. عندكم تطبيق برايم فيديو، يوتيوب، يوتيوب ميوزيك، جوجل بلاي، جوجل بلاي جيمز، وهنا تقدروا في البلوس هذه تقدروا تزيدوا ديروا اي اضافه حبيتوها ولا اي تطبيق ما ظهر لكمش، تقدروا تظهروا عن طريق هذه. الان رانا راح نحكيو على نسخه الاندرويد اللي كاينه فيه، وشحال فيها من رام، شحال فيها من ستوكاج. غندخلوا لهنا البارامتر، وراح ندخلوا بارامتر ريلاتيف دو لاباراي الاباراي ابروبو. راح يخرج لنا كما راكم شفتوا هنايا اندرويد تي في الاسم تاعو، كيك بي اندرويد 12 كما راكم شفتوا هنايا، اخر تحديث تاعو لاخر كوريكسيون هي 5 ابريل 2024. سيرتيفيكاسيون تاع نتفليكس، هاي ليك سيرتيفيكا يعني متوفره، يعني الجهاز رسمي من شركه جوجل، فيه كامل سيرتيفيكاسيون. الحاجه اللي حبينا نزيدو نوضحها، حكينا دوك الان باللي فيه اندرويد 12 ماشي 11، يعني فيه تحديث وترقية للجهاز في آخر تحديث، وهذا يعني أنه الشركة راهي تتبع. راح نروحوا للستوكاج، كما راكم شفتوا متوفر 25 جيجا، وبالتالي فإنه الجهاز فيه 32 جيجا في التخزين و 2 جيجا في الرام، وهذه 2 جيجا رام راهي من نوع تاع LPDDR4، وأيضا فيه استوكاج من UMS 32 جيجا، يعني 32 جيجا، وهي مساحة كبيرة وين تخليك تخزن سواء الألعاب ولا التطبيقات، ولا حتى أنك تكون عندك سلاسة في التحول ما بين التطبيقات وما يكونش عندك مشاكل. راح نحكو على المعالج الموجود داخل هذا الجهاز، واللي هو الأملوجيك S905Y4، وهذا المعالج معروف كثيرا في أجهزة التي في بوكس، وين راه متوفر في جهاز الميكول KM7 بلس، ومتوفر أيضا في جهاز الشاومي مي بوكس S2 جينيراسيون، وأيضا متوفر في جهاز المصنوع الجزائري محليا في الجزائر، واللي هو الايكون G7 بلس الشبيه بالميكول KM7 بلس. يعني الجهاز فيه معالج قوي لا بأس به، وين يخلي الجهاز يمشي بسلاسة ما فيهاش تشنجات، وراح يخليكم مرتاحين وتكون عندكم تجربة مليحة مع هذا الجهاز. كما سبقنا وحكينا باللي بورت فيه بورت RJ45 اللي يقبل حتى من 10 ميجا حتى 100 ميجا، يعني تقدر تركب الكابل تاع الانترنت تاعك مباشرة من المودام الى الجهاز، ويكون عندك سرعة تاع انترنت توصل حتى 100 ميجا اذا كان عندك هذا السرعة. ايضا عندنا نسخة البلوتوث اللي هي نسخة الخمسة، وما هيش نسخة اكثر، وهي النسخة ما قبل الاخيرة. ايضا قلنا الاندرويد حكينا فيها. نحكيه الان على الويفي اللي هو يجي فيه ويفي 5، ايضا ماهوش ويفي 6، يعني مش راح يدعم لكم سرعه 1 جيجا، ولا ماهوش كيما جهاز الميكول كام دو بلس ديلوكس اخر نسخه. انا حاليا هذا هو الجهاز الوحيد اللي وصلني من هذه الشركه، اذا وصلني جهاز اخر ولا ظهر جهاز اخر من هذه الشركه فيه نسخه متطوره ب 4 جيجا رام ولا 2 جيجا ولا 64 جيجا في التخزين ولا اكثر، وكان فيه مميزات جديدة، اكيد راح ندير لكم فيديو. لكن لحد علمي الان انه اجهزة الكيك بي هذا الحمد لله هذا هو الجهاز الاخير تاعها، ما على باليش اسكو كاين لاني ما شفتش في السوق اش كاين، ولكن هذا هو، يعني فيه ويفي 5 ويدعم النسختين ولا لي بون في زوج ولا لي فريكونس في زوج، نسخة 2.4 ونسخة 5 جيجا. الجهاز كما راكم شفتوه قلنا يدعم ال HDMI 2.1، وبالتالي دقة الشاشة 4K، يدعم أيضا الدولبي فيزيون والدولبي أتموس، صوت وصورة، وهذا يخليكم تستمتعوا بنقاوة صورة وصوت عالية الجودة. أيضا فيه جوجل أسيستون معروف، يعني كما هو متوفر عند كامل الأجهزة اللي فيهم أندرويد تي في. اي شيء اخر، تطبيقات ستريمينغ راها كامل كما شفتوا جايه بري انستالي، وتقدر تنستالي سواء برايم فيديو ولا نتفليكس ولا يوتيوب. ايضا اي شيء اخر ما حكيناش فيه، ما حكيناش في نسخه
معالج الرسوميات اللي هو ال ار ار ام مالي جي 32 ام 2، وهي نسخه مليحه جدا تخليك تقدر تلعب العاب، وايضا ما يكونش عندك تشنجات عندما تشاهد قنوات ولا فيديوهات بدقه جوده عاليه جدا. كاين ايضا انه هذا الجهاز انا شخصيا ما استعملتوش، ولكن على حسب المواصفات اللي فيه هو انك قادر تلعب العاب بجوده عاليه. انا ما استعملته شخصيا، وان شاء الله راح ندير عليه تجربه، راح نخلي الملاحظه في هذا الفيديو مستقبلا. فيه ايضا نسخه الكروم كاست بيلت ان، يعني تقدر انك انت كما راكم شفتوا هنا ليك نسخه الكروم كاست بيلت ان، يعني تقدر دير كاست مباشره من الجهاز تاعك بدون الحاجه الى استعمال تطبيقات اخرى. ما عليك غير دير من الجهاز كاست يخرج مباشره في جهاز التلفاز. وشنو في نسخه الايفون لازم تستعمل تطبيق اخر لانه نظام مختلف، لازم تستعمل تطبيق وسيط. الناس اللي تحتاج هذا التطبيق راح اخلي لكم اسفل هذا الفيديو. هذه هي المراجعة الخاصة بالجهاز. كما راكم شفتوا جهاز فيه 2 جيجا رام، 32 جيجا ستوكاج، اندرويد 12، بمعالج اس 905 ايكراك 4، بمعالج رسوميات المالي 32، وهذا اللي يخليكم يعني تمشوا الجهاز باروع ما يكون. اي استفسار ولا اي حاجة خلوها لنا في الكومنتار، وحنا راح ان شاء الله ندير لكم عليها فيديو ولا نحط لكم عليها شرح سواء على اليوتيوب ولا على تيك توك. ابقى شيء اخير وهو السعر الخاص بالجهاز. السعر الخاص بالجهاز انا عندي حاليا في المحل هو 12,500 دينار جزائري، يعني 12,150,000، متوفر في الموقع في المحل للتوصيل لكامل ولاية الوطن. ممكن تلقاوه في ولايتكم ولا في اسواق واحدة اخرى سعر اقل بشوي ولا اكثر بشوي نظرا للتنافس ما بين التجار. على كل حال احنا درنا المراجعة، اعطينا لكم السعر الاخر باش يكون عندكم يعني مرجع على الاسعار. على كل حال كانت هذه هي نهاية الفيديو الخاص بنا لنهار اليوم. ما تنسوناش خاوتي بالجام وكومنتار وبارتاج باش يطلع الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين، وايضا باش تدعمونا على مواصلة العمل هذا. بيان سور اذا راكم تشوفوا بلي العمل هذا راه يفيدكم دعمونا، واذا راكم تشوفوا بلي العمل تاعنا ماهوش يفيدكم سلام.